يوفي الدرب غزرعته ودواهي يوفي الدرب غزرعته ودواهي عتبر معادة الجرحك دواهي جرحك دواهي ويا ما تحت السواهي في الدواهي ويا ما خلف المراعي في ديانك على مهلك يا هوى على قلبي هنا قلبي اليوم برشا غنيه شيماء اليوم برشا غنيه انا نحب نغني اكثر من هيك باهي لله برشا غنيه الخطوه الاولى اكيد كانوا فما اساتذه اول نصيحه ولا اول هكا راي ولا كلمه قالوا هيك الاساتذه شنو قالوا لك قالوا لي اقرا موسيقى قالوا الساعه قالوا لي هذا الصوت اذا يعتني به في البلاد يكون حاجه خارق العاده بعدها معناها خذيت نصيحته وقريت موسيقى قريت موسيقى عزفت على العود هي يعطيك الصحه ايوه وبعد قلنا شاركت في طريق النجوم كانت لك تجربه طريق النجوم واحد كانت لك تجربه زاده متميزه اكيد بعد حريات الطرف في كارتاج بعد برنامج ستار اكاديمي ستار اكاديمي تعرف برنامج معناها عنده انتشار عربيا وشهرته واسعه يعني في العالم العربي الكل والعرب زاد الجيل اللي عايشين البرا كل صراحه شيء ما كيسمعوك الاساتذه شو قالوا على صوتك خاصه انت صوت متمكن يعني مش صوت مشي مازال مغروم بالغناء صوت ما شاء الله متمكن وشاركت في حاجات وقريت موسيقى كيفاش كان راي الاساتذه معك حبوني برشا حبوا صوتي ما مشاركتي في البرنامج في البدايه بصراحه ما تاقلمتش برشا مع في الجو يعني حسيت يعني اللي نعيش فيه عشته قبل يعني حسيت روحي تلميذه رجعت من اول وجديد فجبرت روحي انه نتاقلم تعرف الفنان يحاول انه يتطور ويتقدم فباش نتطور ونتقدم لازم نتاقلم في البرنامج فما تكوين اكاديمي اكيد انه ساعدك جدا صحيح كيف كنت مشاكسه وروحك خفيفه يعني كل عفويه وبساطه وصدق الحمد لله حبوني الناس ودخلت لقلوبهم الحمد لله يا رب الحمد لله بعد ستار اكاديمي كان لك مشوار طويل مش باش نحكيو فيه لكن مش باش نسمعوك شو نسمعو تون نسمع سلطان حبك سلطان حبك يلا تحية للفنانة شيماء تفضل شيماء الله يلي غرامك علمني
سلطان حبك دلني ما دلني الكلام فينا حكي لك قلبي غرامك علني لا تملني لو يا مجد نشكي لك الله يلا شيماء.